موضوع الزمالك. مستشفى الناس عشان ده اثار امبارح يعني جدل او بالظبط. لغط شويه. الفكره ان كان في خطا في صياغه البيان، البيان كان فيه او يعني المفروض ان هو في البيان كان فيه بندين، بند عن انشاء عيادتين متخصصتين لخدمه اعضاء النادي، ودول ان شاء الله هينشأوا سواء من خلال مجلس اداره النادي او بعض محبي نادي الزمالك، وفي بند تاني او قرار تاني بفكره الاتفاق مع مستشفى الناس على مبادره قلب امين او قلب امين لتوعية أعضاء النادي والتواجد داخل النادي، ودي خدمة توعوية هم بيقوموا بيها مستشفى الناس في كل نوادي رياضية وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. فحصل خطأ في الصياغة، وكأن مستشفى الناس هي اللي هتدير العيادتين، وده غير صحيح على الإطلاق. بنأكد العيادتين هيتم إنشائهم، المجلس هيساهم فيهم وبعض محبي نادي الزمالك، والموضوع مستشفى الناس ليس له أي علاقة بالعيادتين، هو مختص أو مقتصر على فكرة التوعية بخطورة أمراض القلب عند الرياضيين. طبعا الناس خدت القصه دي وقامت مشتغلوا بقى على السوشيال ميديا، ده شوف بقى مستشفى الناس هيجي لها، بيجي لها تبرعات منين وهتدي لنادي الزمالك ايه. الموضوع تم اصطياد كده في الماء العكر، معلش واخدين بص، لا القصه هو مجرد ولا للامانه كلام الخطا معتاد في يعني. الصياغه، الخطا في الصياغه من عندنا يعني، ما كانش الناس ليهم ده ذنب في فيه. البيان الاولاني قبل التعديل. لكن تم الايضاح. بس انت عارف طبعا لما في حاجه الاول خطا، او يعني الناس بتمسك دايما لما تلاقي مثلا يقول لك ايه متهم الفلاني يتقبض على فلان، تلاقي مليون واحد يتكلم، لو فلان ده خد براءه او طلع القبض ده غلط او ما حدش بيهتم، فدايما الناس بتاخد يعني الخبر الاكثر اثاره يعني. فهو كان الصياغه الاولانيه خاطئه تماما، وتم تداركها في اليوم التالي فورا يعني، ما استناناش حتى بعديها بفترة.